قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة أو ما نسميها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من أعمدة الاقتصاد في أي دولة. بالنسبة لجمهورية مصر العربية، بالنسبة لمصر عندنا، هذا القطاع بيشكل الكم الأغلب، الأغلبية العامة من الشركات. يعني لو اعتبرنا أو أخذنا الشركات الصغيرة المتناهيات الصغر في الاعتبار، فنقدر نقول يعني بثقة هي تشكل أكثر من 99% من الشركات. قطاع تكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة هو من القطاعات المهمة جدا في مصر، وأعتقد حتى على المستوى الحكومي أو على مستوى الدولة تم تحديد قطاع تكنولوجيا المعلومات لأهميته القصوى، مش لمجرد أن هو قطاع إنتاجيته كمنتجات أو كخدمات لها عائد جيد على الاقتصاد، ودي حقيقة، ولكن للدور كمان اللي بيلعبه تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتطورة في تطوير وتحديث بعض الصناعات التقليدية وزيادة تنافسيتها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية. في رأيي أن أكتر حاجة حدثت في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات اللاحقة البسيطة أن ابتدى يبقى فيه وعي كبير بهذا القطاع، وعي بوجود هذا القطاع. طبعا كلنا عارفين ان القطاع موجود، ولكن الوعي بأهمية هذا القطاع والدور الذي بيلعبه في النمو الاقتصادي والنمو المجتمعي، في خلق فرص عمل، فبالتالي خلق نوع من انواع خلق الثروة في قطاعات صغيرة في المجتمع، ادركنا ابتدينا ندرك اهميته سواء على المستوى الاستثماري سواء على مستوى الأعمال، ولكن الأهم على المستوى الحكومي. وأنا أقدر أقول بثقة أن يعني برغم أن احنا في السنوات الأولى لفعل نمو هذا القطاع، ولكن النتائج اللي حققت لحد الآن الحقيقة نتائج واعدة جدا، ولذلك نتوقع أن نمو قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة خلال الفترة القادمة يبقى نمو مبهر.